مرمى صاحب ال 18 سنة راح يدخل في تشكيلة اليونايتد. زيدان راح يدخل الآن والآن في هذه الأثناء يا الأحبة الكرام زيدان إقبال لاعب عراقي أيها الأحبة الكرام. فان دي بيك يقطع هذه الكرة. فان دي بيك عنده كرة تمريرة لمن؟ زيدان إقبال يحاول فيها، زيدان يبقي على الكرة، لا كرة طالت ثرية، فرصة للثاني، خطيرة للثاني، ولكن هنا زيدان أو كنية مقولة كرة من الجانب الأيسر لمصلحة فريق يانج بويز، محاولة قائمة في اليسار، تغطية كانت من زيدان إقبال في اللقطة الماضية الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع. زيدان إقبال عنده كرة، زيدان يا سلام يا سلام، نعم نقول يا سلام منقولة هذه الكرة الآن. زيدان إقبال عنده كرة، تقدم زيدان إقبال يا سلام، الله باتجاه أبي ساكر.